أو بعد غد أو في كذا من سنة مع الشعب المغربي. سنلتقي، سيأتي اليوم الذي نلتقي فيه مع الشعب المغربي. فلهذا ما نسبش أبدا المستقبل، ندافع على حدود بلادنا فقط، ندافع على حدود بلادنا فقط، ونقولوها بكلمات بسيطة، بكلمات واضحة. أما بالنسبة للشعب المغربي المدفوع المغلوب على أمره، اللي هو مدفوع في هذه السياسة الهروب إلى الأمام، علينا نحن كأبناء شعب خارجين من صلب هذا الشعب، خارجين من صلب هذا الشعب، ومناش مبعوثين من السماء، مناش مبعوثين من السماء، أن ننظر دائما للمستقبل. وحتى القوات المسلحة المغربية نقول لها، قد يزج بك مرة أخرى في سياسة هي ليست في صالح المغرب، هي ليست في صالح المغرب وليست في صالح الشعب المغربي. هذه القوات المسلحة نتمنى أن تنظر وأن تفكر فيما حولها، بالناس اللي راح تقتل فيهم هم ناس عرب ومسلمين، وأن الشيء اللي راح يطلب منها ملك البلاد هو أن تعتدي على حرمة وعلى وحدة بلد شقيق. فنتمنى أن لا تقطع خطة الرجعة، لأن هناك بالأمس أصوات ارتفعت وسترتفع في المستقبل لا محالة، أصوات ضباط أحرار بدون شك سترتفع في المستقبل، وسيخرج من صفوف هذه القوات المسلحة في المستقبل في سنة، في ربع سنوات، في خمس سنوات، في عشر سنوات، رجال أحرار يحررون المغرب بالشعب المغربي من العبودية ومن الاستغلال ومن السيطرة البشعة أيها الإخوة، بعض الأفكار وبعض التوضيحات اللي كان بودي أن أقولها، أو اللي ما كانش بودي أن نقولها لو ما تفرضتش علينا الأمور فرضا. لا يمكن أن نبقى ثابتين في الوقت اللي الواحد يقول لك أنا جاي نضربك في بلادك، لا يمكن أن نبقى ثابتين والمؤامرات تحاك حول بلادنا وحول ثورتنا، ولم نكن نحن على الأقل على المستوى الرسمي، ولم نكن السباقين لطرح هذا الخلاف العقائدي، بين الثورة الجزائرية، بين ديمقراطية الثورة الجزائرية وديمقراطية المملكة الموروثة عن العهود الغابرة. نعم، نفتخر بديمقراطيتنا، نفتخر بهذه الديمقراطية التي حررت الفلاح وأعطت الأرض، نفتخر بهذه الديمقراطية التي ألغت الضرائب على الفلاح، نفتخر بهذه الديمقراطية التي صنعت البلاد
نفتخر بهذه الديمقراطية التي فرضت أو سنت التعليم لكل أبناء البلاد، نفتخر بديمقراطية الجامعات، بناء الجامعات والمدارس والمعاهد في كل جهات متاع البلاد، نفتخر بديمقراطية الطب المجاني، نفتخر بديمقراطية أن لا سيد في هذا البلاد، أن لا سيد في هذا البلاد، وأن الشعب هو السيد. أن لا سيد في هذا البلاد، وأن الشعب هو السيد. نعم، استمعنا يتكلموا، قال ديمقراطية أو ديكتاتورية الحزب الواحد. نفتخر بكل الشيء اللي نعمله فيه، وشعبنا يفتخر، والشمس ما تقدرش تتغطى بالغربال، ما أنجزت الثورة الجزائرية في 15 سنة، وما أنجزه الآخرون في أكثر من 15 سنة. نفتخر بكل هذا اليوم، ونفتخر به غدا، ونفتخر به بعد غد، ولا يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوس على اليد والبوس على الجلبة، لأننا شعب حر، لأننا أسياد، وهذه ديمقراطيتنا، هذه ديمقراطيتنا، وشعبنا على كل حال يفتخر بها، لأنها حررته من الاستغلال، حررته من الاستعباد، حررته من التبعية، حررته من أي نفوذ أجنبي. نفتخر بكل هذا. ورغم ما قلته أيها الإخوة، فإن الجزائر تبقى دائما على استعداد، اليوم، غدا، بعد غد، للمساهمة بالطرق السلمية في إيجاد كل مشكل، أو في إيجاد الحلول لكل مشكل يطرأ في منطقتنا، ونحن على استعداد أن نساهم ولو بنصيب محدود في حل هذا المشكل الدامي، مشكل الصحراء الغربية. وقد أعلنا عن استعدادنا مرات ومرات لحضور مؤتمر القمة الإفريقي لمعالجة هذه القضية. فالجزائر انتهجت وتنتهج طريق الشرعية الدولية، وسنبقى سائرين في هذه الطريق، وسيبقى دائما شعارنا العمل واليقظة، العمل من أجل تدعيم الثورة، واليقظة من أجل الدفاع عن الثورة. وهذه آخر كلمتي، وأتمنى من المولى سبحانه وتعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.